البرونزية اللي رجعتي بيها، بالتأكيد في مشوار كبير قبل البرونزية دي، تحضيرات واستعدادات وتدريبات. تكلمينا عن البداية للمشاركة في البارالمبياد من الأساس. هو من الأساس أساساً أنا ما كنتش أعرف أن في أساساً ألعاب رياضية، أو بالأخص ما كنتش أعرف أن في ذوي احتياجات الخاصة، كنت فاكرة أن أنا بس. فبالصدفة كده كنت رايحة، كان نفسي أتعلم الخياطة جداً من زمان، ورحت بالصدفة كده واكتشفت أن في بقى زمايلنا وبدأوا يشدوني موضوع الرياضة. جربت ألعاب تانية بس ما حبيتهاش، أول ما مسكت الحديد حبيته. ما يعني ايه السبب تحديدا؟ يعني مجرد شعور بس كده؟ لا شعور لا، وحبيتها يعني، حسيت ان انا فشلت في كله الا الحديد. لا حسيت ان هو بس هو مش لعبة سهلة برضو، لعبة شاقة ولعبة محتاجة تمرين وقت طويل، ويعني ليها مقاومات برضو. يعني مش هو سبحان الله، حسيت ان انا مش بصر ده كله قد ما انا بصر ان انا حباها. لا انا هكمل فيها. فيها طبعا صعوبات وفيها اصابات وفيها حاجات كتير، بس اللي بيحب حاجة بيستحمل. بتتمرني من قد ايه يعني؟ سنين بقى. هو اجمالي المدة من بداية ما بدأت كان من 2005. كان رحمة الله عليه كابتن فتحي نيازي هو اول مدرب ليا، هو اللي بشرني ان انا هبقى بطلة عالم. من الكلام ده من 20 سنة. فضلت فترة شغالة كويس، بعدين فصلت 7 سنين، وقفت بقى واتجهت ان انا اثبت نفسي في شغلي. انا شغالة الحمد لله، وثبتت نفسي في الشركه. وبعدين بدات ارجع تاني برضو في كابتن فتحي نيازي رحمه الله عليه، هو اللي رجعني. ومن ساعتها بقى ما بطلتش، حاربت لحد 2021 كانت اول دخول ليا في المنتخب. قلتي حاربت؟ اه طبعا، كلمه صعبه. حاربت جدا. ما هو يانا يا حلمي لازم يتحقق ان شاء الله. ده دليل اللي هو الاصرار والاراده يعني. لا كان يقيني بربنا ان هو هيرزقني. لمده طويله جدا محدش يستحملها، بس كان ربنا مديني الصبر.